نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث الشريف فيه بيان أن عدم الطهارة لا يمنع من الذكر، هذا مقصود الحديث. الحديث السابق بيّن أن المحدث لا يمس القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. الآن هل عدم الطهارة يؤثر في الذكر؟ هل يمنع من لم يكن متطهرا من ذكر الله عز وجل؟ هذا ما يبينه حديث عائشة الذي ساقه المصنف رحمه الله في قوله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. رواه مسلم من حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة الذين حووا علما كثيرا وأخذوا عن عائشة علما جما، فكان مما نقله عنها رضي الله تعالى عنها ما أخبرت به من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد روى هذا الحديث أيضا البخاري معلقا، أي نقله في موضعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها دون ذكر إسناده. وعادة البخاري رحمه الله أن يعلق بعض الأحاديث لأسباب مختلفة، فكان هذا الحديث من الأحاديث التي علقها رضي الله تعالى عنه ورحمه. والحديث أخبرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان هو خبر عن هدي دائم وعمل مستمر أدامه صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الغالب، فإن كان تطلق ويراد بها العمل الدائم الذي لازمه وداوم عليه، لكن قد يأتي هذا الأسلوب وتأتي هذه الصيغة في عمل لم يتكرر، إنما وقع منه صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فالغالب في هذا الأسلوب وهذه الصيغة أنها تدل على الاستمرار والدوام. ومن أمثلة هذا النوع هو هذا الحديث، قولها رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد يذكر الحديث في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير دوام، إنما في ما فعله ولو مرة واحدة، كان يفعله في عبادة مرة واحدة، فيكون ذلك مما يقصه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا. وقولها رضي الله تعالى عنها: كان يذكر الله، أي يشتغل بذكره، والذكر ضد الغفلة والسهو والنسيان. فقولها كان يذكر الله أي كان الله حاضرا غير مغفول عنه ولا منسيا، وذلك في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في كل أحيانه وفي كل أحواله، وبه يحصل له الفوز والنجاة. فمن أدام ذكر الله بقلبه كان ذلك دليلا على محبته لربه وتعظيمه له. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعبادة لا تختص بصلاة أو بصوم أو بحج فقط، بل العبادة تكون مع تردد النفس ومع لحظ العين ونبض العرق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
والنوع الثاني من الذكر ذكر اللسان، وهو المقصود بسياق الحديث هنا، أي أنه كان لا يمنعه من ذكر الله بلسانه مانع، كان يذكر الله أي بلسانه في كل أحيانه، أي في كل أوقات أحيان جمع حين، وهو البرهة من الزمن والمدة من الوقت. فقوله رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحيانه، أي يذكر الله بلسانه على كل زمانه وفي كل وقته، لا يمنعه من ذلك مانع. وما المراد بالذكر هنا؟ الذكر شامل لكل ما يكون من تسبيح وتحميد وتمجيد وتقديس وتلاوة القرآن وغير ذلك من صالح الأعمال التي تكون باللسان. فتعليم العلم من ذكر الله، الأمر بالمعروف من ذكر الله، النهي عن المنكر من ذكر الله، تبليغ الشريعة من ذكر الله. فذكر الله في مفهومه الواسع يشمل كل هذا، ولا يقتصر فقط على التسبيح والتحميد والتمجيد والتقديس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، لا يمتنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه في حين من الأحيان. وإذا كان يذكر الله في كل أحيانه فإنه سيذكره على كل أحواله، لأن الحين ظرف الحال، لأن الحين ظرف الحال، فيكون يذكر الله في كل أحواله متطهرا وغير متطهر. وهذا مناسبة سياق هذا الحديث بعد الحديث السابق، بيان أن امتناع المحدث من مس المصحف لا يعني أن لا يذكر الله عز وجل، ولا يمتنع من تلاوة القرآن. ولهذا الإجماع منعقد على أن للمحدث أن يقرأ ما شاء من القرآن، المحدث حدث أصغر يقرأ ما شاء من القرآن، فليس من واجبات القراءة أن يكون الإنسان متطهرا، لكنه يستحب لكل من أراد ذكر الله أن يكون على طهارة. وهذا أدب عام في كل ذاك في كل الأحوال التي يذكر فيها الإنسان الله عز وجل، سواء كان ذكرا دائما أو ذكرا عارضا. حتى الذكر العارض يستحب له الطهارة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أقبل من بئر جمل، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لم يرد عليه السلام حتى أتى فضرب على الجدار وتيمم صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال للرجل إنه لم يمنعني من أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فدل هذا على استحباب أن يكون الإنسان متطهرا في كل الأحوال التي يذكر فيها الله، في كل الأحوال التي يذكر فيها الله تعالى. لكن هذا ليس على وجه الوجوب، بل يذكر الله تعالى في كل أحيانه على ما يسر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتمجيد وتلاوة القرآن وغير ذلك. لكن عموم قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرج منه العلماء حالتين. الحالة الأولى حال الجنابة، فإنه يمنع الإنسان من تلاوة القرآن، والقرآن ذكر من الأذكار، بل هو أفضل الذكر. يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله في كل أحيان يشمل كما ذكرت تلاوة القرآن، فالقرآن ذكر، قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والآيات في وصف القرآن بالذكر كثيرة،
فالقرآن ذكر، فهو داخل في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله في كل أحيانه. لكن هذا النوع من الحدث يمنع منه المحدث حدثا أكبر، ذاك أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له قراءة شيء من القرآن، لما جاء في السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. كان يقرئنا القرآن لا يحجزه، يعني لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. فدل هذا على أن الجنابة سبب من أسباب عدم إباحة تلاوة القرآن. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وهذا هو الأصل والمستند في منع الجنب من قراءة القرآن. وأضاف بعض أهل العلم إلى الجنب الحائض، فقالوا الحائض لا تقرأ القرآن، واستدلوا لذلك بما جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، إلا أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وقالوا أيضا إنه يقاس حال الحيض على حال الجنابة، فالحائض تلحق بالجنب في أنها لا تقرأ القرآن. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقال جماعة من أهل العلم إن الحائض يجوز لها قراءة القرآن ولا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل. فالحديث الذي ذكروه في منع الحائض من القرآن حديث ضعيف بالاتفاق، لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن، حديث ضعيف بالاتفاق. وأما قياس الحائض على الجنب فهو قياس مع الفارق، لأن الجنابة حدث رفعه اختياري، وأما الحيض فلا يرتفع اختيارا بل يرتفع بانقطاع الدم، بخلاف الجنابة فإنه متى ما أراد أفاض على بدن الماء وزال عنه وصف الجنابة، أما الحيض فإنها لو فعلت هذا ما زال عنها أثر الحيض، وبالتالي فرق بين حال الحيض وحال الجنابة. وإلى هذا ذهب البخاري، ذهب الإمام مالك رحمه الله والبخاري والطبري وجماعات من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية أن الحائض تقرأ القرآن لكنها لا تمس القرآن، بل تقرأ إما عن ظهر قلب أو تلبس ما يمنع المس المباشر للقرآن، وهذا القول أقرب إلى الصواب. فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن لكنها لا تمسه، أي لا تباشر مسه، بل تقرأه بحائل، بحاجز يحجزها عن أن تمس القرآن مباشرة. هذا ما يتصل بهذه الحال الأولى التي استثنيت من قول عائشة في وصف حاله صلى الله عليه وسلم عليه كان يذكر الله على كل أحيانه. الحالة الثانية قالوا لا يذكر الله حال قضاء الحاجة وهو على قضاء حاجته، قالوا لا يذكر الله بلسانه. طبعا ذكر القلب لا حاجز دونه، بل يكون في كل حال وفي كل حين، لكن الكلام على ذكر اللسان يمنع منه الإنسان وهو على حاجته حال قضاء الحاجة. فذهب جماهير العلماء إلى أنه يكره ذكر الله تعالى على الحاجة وهو يبول أو يتغير أو يتغوط. قالوا إنها حال لا يليق أن يذكر الله تعالى فيها، ولا عجب في أن يمتنع الإنسان من ذكر الله في بعض الأحوال لكون ذكره في هذه الحال يكون نقصا،
مثال ذلك قراءة القرآن في الركوع والسجود، قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لماذا؟ لأن القرآن عظيم فلا يناسب أن يقرأه الإنسان في حال انخفاض ونزول، فلا يقرأ في ركوع ولا في سجود، لا يقرأه إلا قائما بشرف القرآن وعظيم قدره عند الله عز وجل. نهى أن يقرأ القرآن، نهى رسوله أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أنه ذكر، بل هو أفضل الذكر، لكن نهي عنه في هذين، في هاتين الحالين. فقالوا إنه ينهى أن يذكر الله في الجملة حال قضاء الحاجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان للذكر سبب فإنه يكون في كل مواضعه التي تشرع، فإذا عطس وهو على حاجته سن له أن يقول الحمد لله، وإذا سمع المؤذن وهو على حاجته سن له أن يجيب المؤذن. للعمومات في مشروعية قول هذه الأذكار عند وجود سببها، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه يكره الذكر بلا سبب، لكن ما وجد سببه فإنه يشرع أن يأتي بالذكر المناسب له. ولكن قال بعض أهل العلم إنه يأتي به مخافة، يعني لا يجهر به لأنها حال ناقصة، والأمر في هذا قريب. والمقصود أن هذه الحال مما استثني من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. هذا ما تضمنه هذا الحديث من مسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وإيش؟ ولينه. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بيان أثر خروج الدم على الطهارة، هل ينقض خروج الدم الوضوء أو لا؟ خروج الدم إذا كان من قبل أو دبر، أي من السبيلين، ناقض بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في أنه ناقض للطهارة. لكن إن خرج من بقية البدن هذا محل خلاف بين أهل العلم، نعرفه بعد مطالعة هذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه الدارقطني كما قال المصنف رحمه الله من طريق صالح بن مقاتل عن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان بن داود عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث لا يثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه، وقد أشار المصنف إلى أن الدارقطني وهو من أخرج هذا الحديث قد ضعفه، حيث قال: ولينه. والتليين يعني أنه أن في إسناده مقالا، ففيه سليمان بن داود وهو مجهول، وفيه صالح بن مقاتل وهو ليس بالقوي، وقد تكلم على الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله وأشار إلى أن النووي قد ضعفه، فالحديث في إسناده مقال. قالت رضي الله تعالى عنها:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. احتجم أي أخرج الدم بالحجامة. والاحتجام في الأصل مأخوذ من حجم وهو مص، مص الشيء. حجم الصبي ثدي أمه أي رضعه ومصه. والمقصود بالحجامة هو إخراج الدم بالمص على طريقة معروفة معهودة، وهو يفعل تطيبا للبدن واستشفاء. وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاثة، وذكر منها شرطة محجم. فذكر صلوات الله وسلامه عليه الحجامة وجها من أوجه التداوي الذي كان شائعا ومعروفا في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. والحجامة كما تقدم إخراج للدم، فما هو أثر خروج الدم على الطهارة؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. فدل ذلك احتجم صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ. فدل هذا الحديث على أن خروج الدم بالحجامة ليس ناقضا من نواقض الوضوء. فخروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء على ما أفاد هذا الحديث. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان الدم الخارج كثيرا أو قليلا، بأي نوع كان خروج الدم، سواء كان بالفصد أو بالشرط أو كان بالحجامة أو بغير ذلك من وسائل الإخراج. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الدم الكثير والدم القليل، فقالوا إذا كان الدم فاحشا كثيرا ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. وليس ثمة ما يستند إليه في هذا التفريق، إنما هو استحسان لا يستند إلى دليل بين واضح، وليس جاريا على ما هو معروف في النواقض. فإن النواقض لا يميز فيها ولا يفرق فيها بين قليل وكثير، فالبول قليله وكثيره ناقض، والريح قليلها وكثيرها ناقض، وهلم جر. فالتفريق بين القليل والكثير ليس له أصل يستند إليه. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن خروج الدم بالحجامة ناقض من نواقض الوضوء. فالمسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال، وأصح الأقوال هو قول من قال بأنه لا ينقض خروج الدم سواء من غير السبيلين على أي صفة كان وبأي كمية كانت، سواء كان قليلا أو كثيرا فلينتقض الوضوء بشيء من ذلك. وعلى هذا سحب الدم للتحليل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ سحب الدم للتحليل على هذا القول لا ينقض الوضوء، وعلى قول الحنفية ينقض الوضوء، وعلى قول الحنابلة إذا كان قد أخذ دما كثيرا انتقض وضوءه، وإن كان الدم قليلا لم ينتقض وضوءه. وأيضا أصحاب الغسيل الكلوي الذين يسحب منهم الدم لتخليصه من العوالق والسموم ثم رد إلى البدن، هؤلاء ينتقض الوضوء بخروج الدم أو لا ينتقض؟ على الراجح أنه لا ينتقض، لأن خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء. وعلى الأقوال الأخرى ينتقض، لأن الدم الذي يخرج بالغسيل جميع الدم فهو كثير،
وعلى قول الحنفية لا يفرقون بين قليل وكثير، بل مجرد خروج الدم ولو كان قليلا ناقض للوضوء. والمقصود أن هذا الحديث مما تناول فيه العلماء حكم انتقاض الوضوء بخروج الدم، والراجع أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا كان الدم خارجا من غير السبيلين.